كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هذه وقفة ديال النساء ورجال الدفاع، يجب أن يسترجع الجميع الوعي ويعتبروا بأن هذه الصورة التاريخية أمام مؤسسة قضائية من أعلى المؤسسات الدستورية في المغرب. هذه الوقفة تعبير على أن مصير القضاء ومصير العدالة لا يختزل في نساء ورجال المؤسسات، بل هو مصير المجتمع، ونحن جزء هذا المجتمع، نتحمل رسالة من أجل هذا المجتمع، ماشي من أجل المهنة بالمعنى الضيق. مهنتنا هي مصير مجتمع حقوق الإنسان ومجتمع العدالة، مهنتنا هي عنوان وجود أو عدم وجود مؤسسة قضائية مستقلة. ولذلك أن نختزل هذه الوقفة اعتبارا لأن هناك رسالة ثلاثية، وهي رسالة ثلاثية لا يمكن اعتبارها لأن فيها تعارض المصالح. السلطة التنفيذية لها مصالح والسلطة القضائية ليست لها مصالح. السلطة القضائية مستقلة مصلحتها تحقيق العدالة، السلطة التنفيذية لها مصالح سياسية ظرفية وطنية جغرافية إقليمية إلى آخره، وإذا اختلطت المصالح فسدت الهيكلة. فالرسالة فاسدة لأنها اختلطت فيها مصالح جهة وموقع جهة، القضاء له موقع والسلطة التنفيذية لها مصالح. ولذلك لا أتحدث عن الرسالة لأنها رسالة في طي النسيان، نسيناها كلنا. اليوم وقفتنا هي من أجل مصير القضاء والعدالة مستقبلا. كنا تحدثنا بداية من الكوفيد إلى اليوم أن مجتمعنا ومغربنا يحتاج إلى رؤية ما بعد الكوفيد. رسالتي في النهاية هي أن يتأمل الجميع، أن يتأمل الجميع أن لا سلطة تنفرد بالمجتمع ولا سلطة تنفرد بمصير المجتمع، لا سلطة القضائية ولا سلطة التنفيذية ولا الشرعية. إذا لم تكن هناك منطلقات قوية لبناء مجتمع متماسك قبل أن نبني سلطات متماسكة، هذا جزء ووقفة تنادي بضرورة التماسك في جسم القضاء وهو جسم واحد مع جسم المحاماة. وبهذه الممارسات التي شاهدناها وأثرت على مهنتنا وعلى عدالتنا طوال الأسبوع، أدعو الجميع إلى أن يقلب صفحاتها ويترك هذه الـ 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 يعني الالتفات السيئة خلفه، وأن ننظر ابتداء من اليوم إلى المستقبل بتعاون وشراكة حقيقية واحترام كبير لنساء ورجال الدفاع. السيدة العلوي نزهة من هيئة الرباط، بخصوص الوقفة احنا الحمد لله مازالين كنكملوا الوقفات ديالنا حتى يمكننا نحصلوا على الأهداف ديالنا اللي جينا من أجلها. واللي بغينا نقولوا بأننا احنا كدفاع احنا راه ماكشي كنتبناو الملفات، ولكن احنا راه كنتبناو الأشخاص، لأن كاينين مواطنين مغاربة اللي كتضيع الحقوق ديالهم الآن، ما كان الملفات ديالهم كتمشي وكتحكم، وحنا راه ما راضينش على هذه الوضعية. خصها تسوى باش نكونوا الحمد لله كنأديوا الرسالة ديالنا احنا كدفاع
لان حنا راه كندافعوا على حقوق الناس، وهاد الناس الان دابا اللي هما كيلتجؤوا للمحاكم وما كيلقاوش المحامين ديالهم داخلين، راه الملفات ديالهم هادي تهضر، ولهذا هادشي راه تكون عنده عواقب وخيمه جدا على حقوق الناس وعلى الاحكام التي سوف تصدر من بعد. الأستاذة هدى مشنا مستمرين بهيئة صرباط، تأسفنا صراحة بخبر وفاة زميلين العزيزين على قلبنا، اللي جانا الخبر كالصدمة كالصاعقة. للأسف أنه كان روح النضال ديالهم والروح ديال المحاماة كتسري لهم في الدم ديالهم، وقفوا معنا في جميع الوقفات اللي ابتداء من يوم 20 اليوم الاثنين 20 دجنبر إلى آخر يوم زمان اللي كانت وفاتهم المنية، كنتأسفوا لهم. بقوا فينا شهداء، كنعتبرهم شهداء المهنة، شهداء الدم، شهداء الدفاع، اللي حاربوا وناضلوا وزادوا ناضلوا على انهم ما غاديش نخضعوا للدوريه الثلاثيه اللي جا بها هذا القرار الثلاثي. يعني كانوا مستمرين في النضال ديالهم، وحنايا غادي نواصلوا بسميتهم وباسمي وباسم جميع المستمرين ديال هيئه ضربات الفوج ديال 2019، كنقولوا لهم حنايا كنبغيوكم وكنترحموا على ارواحكم، وديما غادي تبقاو معنا وديما معنا.